السلام عليكم. أنظار العالم تتجه إلى الولايات المتحدة اللي كانت ولا تزال توصف بشرط العالم. الجميع يريد معرفة من هو الساكن الجديد للبيت الأبيض، الجمهوري ترامب أم الديمقراطية هاريس. كون مصير دول وأزمات وحروب وتحالفات ومنظمات وتجارة دولية كلها متوقفة على الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الشرق الأوسط اللي يعد المنطقة الأكثر توتراً حول العالم يترقب هو الآخر نتائج الانتخابات الأمريكية، فحرب غزة وجنوب لبنان والمواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران كلها ملفات أجل حسمها لما بعد 5 نوفمبر. وسبب التأجيل أن هناك اختلافات صارخة بين ترامب وهاريس في السياسة الخارجية. خلوكم ويانا لتتعرفوا على رؤية كل مرشح بشأن صداع الشرق الأوسط. المانشيت العريض هو أن العالم والشرق الأوسط تحديدا على موعد جديد مع المسار الدبلوماسي اللي تبنته إدارة بايدن لحل جميع الأزمات في حال فازت هاريس مع بعض التعديلات الطفيفة، بينما ستشهد المنطقة تحولات كبيرة بحال فاز ترامب اللي يعتمد سياسة الردع وممارسة أقصى الضغوطات لتحقيق الأهداف المنشودة. ترامب يرى أن الولايات المتحدة لم تعد تحظى بالاحترام اللي كانت تتمتع به من قبل، لذا من المتوقع أن يكون أكثر حزم من هاريس، وكرر أكثر من مرة بأن الحرب في غزة ولبنان ما كانت لتندلع لو كنت رئيسا، كما أكد أنه سينهي الفوضى في الشرق الأوسط ولكن بأي طريقة ما حد يعرف، غير أن الثابت هو أن ترامب سيكون داعما كبيرا لمعظم خيارات نتنياهو وسيعمل على استكمال قطار التطبيع ويهمش دور السلطة الفلسطينية. بالمقابل راح تسعى هاريس إلى استكمال مساعي إدارة بايدن للتوصل لهدنة ومن ثم وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، رغم أن هذه المساعي فشلت ولم يكتب لها النجاح على مدار عام كامل، وتعهدت خلال الساعات الماضية ببذل ما في وسعها لحل الدولتين ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير. فيما يتعلق بالملف الإيراني، ترامب حتما سيكون أكثر تشدد مع طهران مقارنة بهاريس. ترامب دأب على اتهام إدارة بايدن بالسماح لإيران بالإثراء على الرغم من العقوبات، وشدد على أن ضعف إدارة بايدن سمح لإيران بمهاجمة إسرائيل مرتين في أبريل وبداية أكتوبر. الخلاصة، فوز هاريس يعني استكمال رؤية بايدن والديمقراطيين للشرق الأوسط، وهذه الرؤية تقوم على إدارة الصراعات وتفعيل الدبلوماسية للتوصل إلى حلول وسط غير حاسمة، بينما فوز ترامب قد يعني الذهاب نحو سيناريوهات حاسمة ومفاجئة في ظل صعوبة التنبؤ بالخطوات اللي يقدم عليها. إيران ومحورها سيكونون في وضع لا يحسد عليه بحال أصبح ترامب الرئيس 47 للولايات المتحدة. حياكم الله.